رئيس السعيد ماضي في هذا الأمر، وتعرف أنه منذ ديسمبر الفارط كان قد وضع خارطة انتخابية في الحقيقة هو لم يستشر فيها لا النخبة السياسية ولا المجتمع المدني ولا، ولكن أولى خطوات ولبنات هذه الخارطة التي وضعها ابتدأت، وكانت الاستشارة أسماها بالاستشارة الشعبية، انطلقت مفروض في جانفي واختتمت في 20 مارس الفارط تقريبا قرابة 8 يوم، وللأسف الشديد وسنذكر بعد ذلك يعني نذكر، انتهت لما أسماه أنصاره قبل خصومه بالفشل الذريع. ورغم ذلك رئيس الجمهورية ما فتي يؤكد ويقول لا الاستشارة ناجحة، والتي على ضوها سيرسم ويحدد انتخابات، يعني ليست بعد 3 شهور أو قبل 3 شهور كما يقول قانون انتخابي طالما أنه حل البرلمان، ولكن اللجنة الانتخابية لا الدستور نفسه هي نص انه في حاله حل البرلمان تجرى انتخابات بين 45 و90 يوم نعم في اقصاها 3 اشهر. ورغم ذلك سعيد ماضي يقول لا انتخابات ربما ماشي في الموعد المحدد الاول اللي هو 25 جويلية القادم. شوف يا ابني انا يوم 7 جويلية قبل اسابيع من 25 جويلية قبل اسبوعين نعم صدر لي استجواب في الصفحة الأولى في جريدة الصباح، وقلت فيه في العنوان الكبير سوف أترشح إلى رئاسة الجمهورية وأتوقع انتخابات مبكرة سابقة لأوانها رئاسية وتشريعية. نعم. والشيء اللي قلته أنا مش يقع، لأن يستحيل الأجندة اللي عاملها قيس سعيد يستحيل تتحقق لأسباب اقتصادية أولا مش حتى سياسية، لأن توا قيس سعيد والدولة التونسية الكل ورئيس الحكومة متجهين إلى صندوق النقد الدولي، فما عائقين اثنين، صندوق النقد الدولي يطالب بشروط مرشفة يستحيل يقبلها اتحاد شغل وعمال وحتى الطبقة المتوسطة اللي هي معاش موجودة من نوع إلغاء الدعم وإيقاف التوظيف وإلى آخره. رغم أن الدولة والحكومة ووزيرة المالية قد عبرت سابقا على أنه أمل هذه الحكومة في حصول اتفاق. لا لا يستحيل يستحيل، هذا لول سبب لول في يشرط عليها صندوق النقد ما تنجمش تطبق. والسبب الثاني أن في بند من بنود إنشاء صندوق النقد الدولي يقول لا نظن البند الثامن لا يتعامل الصندوق إلا مع دول ذات مؤسسات باش يضمن ترجيع فلوسه مش محبة فينا، هو ما تجمش دولة ما فيهاش لا برلمان ولا محكمة دستورية ولا هيئات دستورية للرقابة ولا قضاء مستقل واللي القضاء تستعمله فيها كما تحب انت يستحيل ما يمشي في معاد صندوق النقد الدولي وما يعطيش فلوس. ولذا هات الصفوف والطوابير اللي قدام الكوشه ما تزيد تكبر، ماشي قضيه هو احتكار وما احتكار مش صحيح. هل يعكس دكتور اسمح لي سعد سفير، هل نعم. يعكس تعكس هذه الحاجه الماسه الى صندوق النقد الدولي خاصه في ظل غياب المانحين وفي ظل هذه الأزمة غير المسبوقة التي ازدادت حدتها مع الحرب الأوكرانية الروسية، هل يفسر اللخبطة نتاع الرئيس والسلطة والنيابة العمومية بين الأمس واليوم يدعون النواب ثم يهاتفونهم وإلغاء الجلسات والاستماع؟ ما هو هذه تحالف توا مشتاقة تولي فوضى، لا تولي فوضى إذا كان والله كما قال زيراد شاليون أستاذنا في الجيوستراتيجيات العام في باريس يقول إذا رجل يحكم يتحول إلى ديكتاتور ويلغي المؤسسات ويلغي السياسة لإكسكلوزيون دي بوليتيك بعد ما سياسة ما يخلي شعبه إلا الخيار بين الريزيليسيون سماها الريزيليسيون والقنوع أو التمرد. احنا ماشيين الشعب التونسي عمره ما يقبل الخنوع وما قبلوش في 9 أبريل 1938 اللي مش نحتفلوا به، ماتت 200 شهيد تونسي من اجل برلمان تونسي. يستحيل
وتعدينا بفترة بتاع ديكتاتوريات ومراحل استبداد كبيرة من 60 سنة إلى اليوم، يجب أن نغير منظومة الحكم ونمط التنمية خاصة. لكن تعرف يا نعم. تعرف يا ابني، نعطيك مثال. عام 74 البنود صندوق التنمية للأمم المتحدة صنف تونس وكوريا الجنوبية وسنغافورة وتركيا وماليزيا في نفس درجة النمو. طيب توا بعد تقريبا 45 ولا أقل من نصف قرن شوية، وين هذوما وين احنا في التصنيف الذي وضعته فيتش رايتنج في أسفل السلم، أسفل لبنان التي أعلن نائب رئيسها البارحة للأسف الشديد، وهذا خبر مؤسف، لبنان الجميل، لبنان قبلة الاستثمار، أعلن إفلاسها سعد السفير. لا احنا أسوأ من لبنان، تعرفش علاش؟ وأسوأ من اليونان، هو هذوما الدولتين اللي أعلنوا إفلاسهم. لا لبنان اليونان استعادت ربما عافيتها سعد السفير. لا أسوأ، احنا أسوأ، لأن اليونان عندها الاتحاد الأوروبي أعطاها 150 مليار دولار يورو وشرطها، لأن تعرف أن اليونان أم الديمقراطية، كلمة ديمقراطوس خرجت من اليونان، ما يسلموش فيها. ولبنان فيها 14 مليون من الكوادر يخدموا البرة في أمريكا وفي أفريقيا وفي أوروبا، ويبعثوا في العملة الصعبة للستة ملايين اللي قاعدوا داخل في لبنان. ورغم ذلك أفلست، معناها وقت اللي نعلنوا احنا افلاسنا ما يرحمنا حد، ما عادش فيه. نعم. والشعب ما عادش ينزل يوصل يعيش. هب. واحنا ديما هو الفصل 80، الفصل 28، الفصل 72، هذا ما يعطيش الخبز والسميد والقمح والعظم للشعب. يلزم انا برنامجي نغير نمط التنميه تماما، كيف ما عمل مهاتير محمد في ماليزيا. فنشوف ماليزيا توا. تعرف يا ابني ان ميزانيه تونس بكلها عام 2020 توازي ربع ميزانيه سامسونج، اللي هي شركه وحيده، في شركه من شركات كوريا الجنوبيه. نعم. احنا وصلنا لها الحالة هذه للأسف الشديد.